يقول أبي مصاب بالجلطة الدموية في رجليه منذ 14 عاما، وبعد العرض على الأطباء وصفوا له دواء يمنع استمرار الجلطة إلى دواء آخر يسبب إدرار البول مما يؤدي إلى دخوله لدورات المياه بصفة مستمرة، ومنذ ذلك الوقت لا يصلي في المسجد بسبب هذا الدواء، هل فعله صحيح؟ نعم، إذا كان البول ينزل عليه باستمرار فإنه يصلي في بيته، يتوضأ في الحال ويصلي في الحال وتجزيه صلاته إن شاء الله، ولا يروح للمسجد يوسخ المسجد وينجس المسجد. نعم.